بلغت العائلة، وأنا قبل يعني يمكن حوالي 10 أيام جاء قائد أو مسؤول المنطقة، مسؤول المخابرات الإسرائيلية في منطقة وادي عارة وقبلني، وفي البداية حاول طلع بتهديدات وأنه في اليوم حكومة بن غفير وسموتريتش. قلت له لا تهددنيش، لابس بن غفير سموتريتش ولا عصابات بن غفير ولا سموتريتش بتثنينا عن اللي بدنا اياه. قال لي ممنوع يكون احتفالات. قلت له هذا الاشي مش انت بتكرره. قال لي فيش قاعات. قلت له للاسف يعني اصحاب القاعات رفضوا تاجير قاعات. قلت له هحتفل في داري وفي بيتنا وعند اخوتي وبين اهلي، وهذا الاشي بتقدرش تمنعني. قال لي ممنوع. قلت له اللي بدك اياه سويه واعلم بخيلك اركبه.